بلال نكمل نحكيو على المنتخب ذا. المنتخب اليوم نجم نقولوا فيها اذا كان ما نجيبوش ثلاثه نقاط من ماتش واحد ما نرشحوش الكانا. صحيح هو المنتخب الوطني ما عاودناش خاصه في كاس افريقيا ما عاودناش وانه في التصفيات نلقاو صعوبات الحقيقه. المباريات نتاع جزر القمور زوز حطونا شويه في وضعية صعيبه. لكن انا كما كان يقول الكوتش ثابت جو سوي ما تتوتا في داكور معاه فما مشكل نتاع امبيونس في المنتخب الوطني. يقول لك الملاعبيه يكون لاعب ناجع في فريقه ويكون عاتي مردود طيب في البوندسليغا وفي كذا وفي كذا وفي فرق تلعب في كؤوس الأوروبية وكذا. يجي لتونس نولي ونقولوا الملاعبي هذا ما عطى شيء ما عارش يعمل باس. تعاودت مع برشا ملاعبي فما بروبليم دومبيونس. انا نقول لك وقلتها قبل معاك لهنا اسلام قلت وانه المنتخب الوطني حاجته بشويه اكثر احاطه واكثر يلزم لي زيكسباتريي اللي جوا اللي هما توانسه يلزم فما شكون يدخلهم في الجو راه يلزم فما شكون وقت ذاك. علاش انا مثلا توا كيما كان يحكي توتاج جو سي توتا في داكور معاه في حكايه قيس العقوبي. شفنا على في وسائل التواصل الاجتماعي برشا تهكم على قيس العقوبي كيفاش حكي على البرد. بالعكس اللي عملوا قيس يعقوبي هو متى في البسيكولوجي نتاع يخلق في امبيونس خي انت تجيب ملاعب كان يلعب في عنده نهارين يلعب باش يمشي لافريك دو سيت يعمل فواياج تاع 12 ساعه تزيد تحكي معاه كان كوره. انا كنت حاضر في الانترينمون هذيك نحس ماش الجو معناتها مشكل عاده ممكن بالنتائج خلاو الجو مشكل عاده هو كانه يحاول يخلق نوع من يحاول بيان سور. خاطر شوف راهو المنتخب التونسي تحب ولا تكره تعدى من فتره قبل اكتوبر 2023 التوا راهو كان معناتها كان عنده ثوابت تحبوا ولا تكره كان عنده ثوابت كان بالباهي وبالخايب كان عنده ثوابت. كانت فما ناس كنا نحكيوا على سي حسين جنيح كان معاهم حسين جنيح عنده 4 سنين اليوم المنتخب الوطني لقى روحه ما معهوش حسين جنيح صارت له فتره هذه حتى في فتره راسيه انا لجنه المنتخب راهو عندها امباكت الجوارات كانوا بحضهم حسين جنيح يحكي معاها عنده مشكل عنده كذا يفضلك معاهم اللي باش يخرج كذا اللي راهو الجو الرعد مهم ياسر. انا معناه في وقت من الاوقات ضحكوا هكا شويه وكذا ويلعبوا في البلاي ستيشن راه في وقت من الاوقات لازم المسؤول يقرب حتى لو كان ما تحبش تلعب لازمك في وقت من الاوقات تقرب للملاعب باش يحكي لك مشكلته باش تنجم تدخله في الجو. فما ساعات ملاعب يجيك منبوذ من المجموعه صارت من غير ما نسميه اسامي فما ملاعب يجيك منبوذ لازمك تدخله انت كذا. دونك راه الامبيونس اللي تريز امبورطون انا راه ما تخممش كان في الاوتيل 5 اتوال ولا سامي وجبت فلان وجبت فلان وجبت في الماستوري وجبت كذا كيفاش تخلق لحمه ما بين المجموعه هذه. راه فما فرق ما بين منتخب وطني وما بين جمعيه فريق عنده 9 شهور يلعب مع بعضه يترناو مرتين في النهار مع بعضهم يباتوا مع بعضهم يرقدوا يفطروا مع بعضهم. وفما فرق ما بين مجموعه تبدل فيها 4-5 ملاعبيه وتلمهم مره في 3 شهور راهو سي تريز امبورطون وانك تجيب عبد اللي نجم يجمع. انا كما كنت نحكي لك في زوج مقابلات هذوما كنت نجم نجيب حتى انا اونسيان جوار نجيب حد قيس العقوبي باهي برشا اللي يعمل فيه راهو سي لو بلون مونتال الماتش هذوما يتربحوا ما يتلعبوش نلعبوا باش نربحوا واحد شيء احنا قاعدين في المنتخب باش نربحوا راهو مش منتخبات تاع التسعينات كنا نربحوا 4 و6 و8 ما عادش قاعدين نربحوا واحد شيء معناها سيدي ديتاي اللي ربحوا فيك في مقابله وهو فنيين موجودين قاعدين نربحوا سيدي ديتاي ماناش قاعدين نغفصوا اونتر جيمي في الجمعيات معناها في المنتخبات. دونك فير تريز اتونسيون على الكوتي هذا الانتيغراسيون تاع الملعبيه والامبيونس في المنتخب راهي مهمه برشا. كلام بلال صحيح راهو اسلام راهو كي يكون عندك مسؤول كما قال لك واليوم كي تجي تشوف الاجواء واهم حاجه اليوم في الكوره راهو لازم لعبيه تكون لحمه واحده وكانه اليوم ميساج يوري فيه قيس اليعقوبي تحسه وحده يخدم في ليكيب ناسيونال كانه هو ياخذ لونترونور ياخذ المسؤول وظاهر. انا حسيت معناتها من الكلام اللي خرجوا نتاع اللي برشا يقول لك شكبه ورامي وكذا كذا خي بيان سور نحن كملاعبيه فول 11 ساعه خي بيان سور نلعبوا في شكوب ونلعبوا في الرامي وتخرج ما يعرفوش لعبيه وشوف تتعدى وشوف تتعدى الفول شوف ليه ما يعرفوش ماشي في بالهم انت كي تطلع تحكي على الكوره قالوا حط له تابلو قالوا ما يحكي لهم سامحني انا مره رحله لامريكا تفرجت 3 افلام يمكن ورقدت وقمت مرتين وما فاتش الرحله طويله برشا معناها تقعد برشا لازمك تعدي الوقت كان تشوف لافريك دو سود تعمل سيرتو في لي فول سبيسيو تعمل اسكال في شو اسمها بلاد ايزيكيل تشاد
تشاد جميلة وطار ما فيهوش حتى دبو زمير ما في حتى شيء تخلص الحياة بليل منفرف سمحني مختار اسمع مولا الشعب ياخذ البلاد سمحني استهتار صحيح في الكلمة متبقى نحن كم لاعبين رانا حلينا عينينا نلعبوا في شكبه ورميه نورمال نورمال عادي خاطر برشا يلموا عليه تكتيك شكبه ورميه بيش دخلنا في هذا بيش قديم شويه ما يعرفش الجيل نتاع تو كارتا وشكبه موجودين في التليفون يا اخي تو بلي انا ماشي تو انا ماشي فول لجنوب افريقيا باش نهز بيانو معايا شنو تو كامل نحكيهم صراحه كامل معاك مختار ما يحسب بالحق للسيد بلال فضيلي اللي كونه حتى كي يلعب معاهم بلاي يخليهم يربحوا على المورال نتاع زيرو نهار ربح ما حتى زيرو ما يطلعش خبزه في البلاي ما يربحش هو بطبيعته في البلاي انس نقول اسالهم انت شددهم انس نقول هنا قيس اليعقوبي الكنا يظلي ما فماش عبد ما باركش للليسته بعض الانتقادات لكن مش كيما الانتقادات اللي صارت مع فوزي البنزرتي انا في بلاصه قيس اليعقوبي كنت أدجوان وكنت اتفرج وسيره سرتارة وعندي افكار ولا مبادئ ما نجمتش نفرضهم على فوزي البنزرتي سيره وعنده جوارات لو كان يقول لك انا جيت البريمير في مرج جزر القمور ما يهبطوش انا تعرف نحب قيس توا الفكره اللي حط هنا في الـ في الـ في الـ في الجوارات اللي استدعاهم يطبقها في التيران العيدوني يستحق باش يقعد على البنك يقعد على البنك مش على راسه ريشه كما قلت الحقيقه ما ريناش العيدوني نتاع الكوب دي موند اللي تذكر العيدوني وقت اللي تكلى للجمهور عايد قال لهم عايدوا مازلنا دقيقتين اللعب هذاك العيدوني اللي حشنا به ماكش العيدوني هذاك نجم راك ترتاح وتتفرج وتعملون كادمور جوارات انا حاجتي بقيس اليعقوبي يعطي روح جديده خلينا اخويا نحن راهو المنتخب بنحبوا الروا كيما جمعياتنا الجوار اللي مش ناجح يقعد يتفرج كيما المنعش انا الرا مثلا الحاج نتاع المستير هذا مستوري المستوري هذا يسحق يكون افون سونتر اول كونفوكاسيون هابتو افون سونتر وباكشي هو تو ماركيرس ويعمل ذكرت في الحاج محمود يقدم في كيف كيف معناها قصدي فريق الاول في سويس الحاج محمود التيوريك اللي حطونا قيس اليعقوبي نحبوه في البراتيك مش عايت انه باش راو نفس الاسامي اللي موجوده